السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده، كويسين وكل فيديو وانتم طيبين. يا رب كده تكونوا دايما بخير وبصحه وسعاده يا رب العالمين. قبل اي حاجه نصلي على النبي. طبعا يا رجاله انا داخل الغيه مبسوط ان النهارده الجمعه وهصور لكم وهقعد مع الحمام. حصلت حاجات، موقف بجد يا جدعان قفلني من اليوم وقفلني من كل حاجه والله العظيم. فلو قلبك جايبك يعني كمل معايا الفيديو وشوف الموقف اللي حصل، ان فعلا بجد يا جدعان موقف صعب. فانا نفسي انا مش عارف اتصرف ازاي، فانتوا لو عندكم حل للموقف ده بقولولي في التعليقات. ف ولا هقول لكم لايك ولا هقول لكم اشتراك، ان بصوا موقف زي ده انا سيبك من المشاهدات وسيبك من كل حاجه، انا عايز حل الموقف ده، موقف صعب. فتعالوا دلوقتي نشوف بس الزغلول الاول يعني وصلت لفين وحصل لها ايه، بعد كده نشوف الموقف ده. يلا بينا. طبعا يا رجاله خمس زغاليل. طبعا انا يعني بقالي اسبوع بروح الشغل باجي بليله احط لهم اكل والله ما ببص عليهم. اكتشفت بصوا بقى ايه، طبعا الزغاليل طلعت بتقلش، وبصوا الابيض النقطه الابيض يعني ده طلعوا الابيض كتير اهو في وشه تمام، وابتدى يقلش ماشي. اللي متابع وعارف الزغاليل هيلاحظ التغير اللي فيهم، وده بردك اهو طلع الابيض اهو وابتدى يقلش الابيض اللي في دماغه يا جدعان، ما كانش فيه ابيض في دماغه. وبصوا طلع له ريشه بيضاء اهو في ديله تمام. ده كمان ده كان مسود خالص. بصوا يا جدعان بردك طلع الابيض قد ايه، والله كل ده انا ما لاحظته اقسم لكم بالله غير النهارده، وطبعا بيقلش. طبعا هنفتح لهم بردك مع بعضنا في الفيديو ده عشان بقالهم فتره جامده اكتر من 10 ايام ما بفتح لهمش، وهنشوف هيبقوا عاملين ازاي تمام. شوف بس بقيتهم العبسي طبعا بيقلش. انا عايز اوريكم رقبته الناحيه الثانيه. لف يلا اهو يا رجاله، لو مش عارف بهدلني وبهدل الدنيا مش عايز امسكه، المهم ان رقبته بيقلش يا جدعان تمام. وده كمان اهو الابيض ده بيقلش ماشي. تعالوا بس الاول نبص على ايه بقيه الاصوص واوريكم الموقف بامانه يا جدعان، يعني ربنا يسترها. دولك اللي هم بعمل لهم تيست بس اشوفهم شغالين ولا لا، اللي هي النتايه العاده ديت والذكر الازرق قطيفه لسه ما حصوش ولا حصل اي حاجه تمام. دول يا جدعان لاول مره تشوفني، دولك انا بعمل لهم تيست بس، كانت دي نتايه عندي وذكر عندي يعني ايه اشوفهم هل شغالين ولا لا، عشان لو كده اجيب مثلا ده نتايه ودي ذكر والكلام ده كله. ودولك برضك كنت عامل لهم تيست يا جدعان اهمك، والحمد لله رب العالمين اشتغلوا وجابوا زغلولين تمام، والزغلولين الحمد لله بصحه كويسه تمام. طبعا دولك ايه زي ما هم، دولك زي ما هم. يلا بقى استعد كده وبصوا بقى يا جدعان الموقف اللي جاي ده، انا عجزت قصاده. طبعا بصوا شايفين انتوا الدم ده تمام، دولك القص دول كانوا فين؟ القص دولك كانوا هنا، كانوا هنا. بصوا الدم في الارضيه ازاي. بصوا بقى يا جدعان الموقف بقى اللي يحزن، بصوا الدكر وحنيه الدكر رايد على الزغاليل بتاعته، والزغاليل مليانه دم بسبب الدكر. بصوا رجله يا جدعان، بصوا رجله، بصوا رجله، رجله اتقطعت، رجله اتقطعت. يعني انا مش عارف اعمل ايه، وسبحان الله يا جدعان من حنيه الدكر، من حنيه الدكر رايد على زغلله ومش سايبها، سبحان الله على الحنيه اللي في الحمام. والله العظيم حاجات بتزيدني عشقا، يعني بتخليني اعشق الحمام اكتر من اول. مواقف زي دي وعلى قد ما بحب اكتر من الاول على قد ما بزعل يا جدعان يعني من الموقف ده. يعني حاجه زي كده انا نفسي يعني الدكر اهو بسم الله ما شاء الله كويس وصحته كويس، واللي زعلك ان سبحان الله بيتألم ورجله مقطوعه وسبحان الله مش سايب عياله. يعني موقف بجد يعني يخلي الواحد يبكي يعني سبحان الله. وطير اخرس يعني سبحان الله، طير اخرس، طير اخرس. بصوا يعني قاعد طبيعي سبحان الله وبيتألم ويتوجع من جواه وبرضك مش سايب زغاليله. والله يا جدعان لو حطيت له كلفه دلوقتي بصوا حتى الدم كمان ازاي، موقف صعب. ولو حطيت له كلفه دلوقتي هيقوم وهياكل وهياكل زغليله رغم اللي هو فيه ما بيقدرش يقف على رجله. فانا بصراحه يا جدعان اتصدمت اول ما شفت الموقف ده، يعني بجد انا مش عارف اعمل ايه. وصعب اذبحه يعني، صعب اذبحه يعني، النتايه مش تقدر تقوم بالزغلولين، ابقى انا كده بضحي يعني بكل الزغلولين. برضك ما شاء الله فردين وبسم الله ما شاء الله هي تبقى تقيله عليها قوي.
فمش عارف بصراحة اسيبه ولا اعمل. انا مش عارف يعني بجد يا جدعان، لو حد فيكم عنده حل يقول لي عليه. تعالوا بقى ايه، ثانية كده نبص على الدقة ده. طبعا يا جدعان هو زي ما هو ده، انا هبيعه تمام، وده هو زي ما هو اهوك، وده هنا مفيش اصلا حاجة، وده هو زي ما هو. طبعا والله العظيم يا جدعان الموقف بتاع الاسوس دوت قفلني من اليوم وقفلني من كل حاجة بامانة يعني. ماشي تعال بس نفتح كده الكام زغلول دولك نشوفهم هيعملوا ايه. اسف يا رجاله والله العظيم لو حد فيكم يعني زعل ولا الموقف ضايقه، بس يعني احنا واحد دي حاجتنا كلنا مش حاجتي انا بس، فيعني دي حاجتنا كلنا مش حاجتي انا بس، فيعني الحمد لله رب العالمين. اه يا رجاله الزغاليل بتنزل، فانا لازم اشارككم في حاجه زي كده وتقولوا لي اعمل ايه. انا الموقف بصراحه عجزت قصاده، انا موقف بصوا العبس مش قادر اصلا يطير، فانا ولا هفزحهم ولا هعمل فيهم اي حاجه، ليهم يطلعوا وينزلوا كده براحتهم تمام. واصلا الجو بصوا عامل شبوره ازاي يا جدعان، شبوره جامده قوي. فانا والله العظيم ولا بقى ليا مزاج اعمل اي حاجه، سايبهم اهو يطلعوا ينزلوا. بصوا الحمام من القفل عليه بقاله فتره مش قادر يطير، ما علينا خليهم كده براحتهم، اللي يطير يطير واللي يقعد يقعد. بس بصراحه يا جدعان تعالوا كده نحط لهم كلفه، عشان اصلا الاصوص ديك عايزه نحط بس اللي عندهم ايه زغاليل ونشوف ايه اللي هيحصل. ثانيه واحده كده بس يا جدعان، بس بصوا يا جدعان منظر رجله، بس منظر رجله عامل ازاي. الحمد لله انا مش عارف امسك الكاميرا، احط لهم اكل اه، هنرجع لهم تاني هنشوف ايه اللي هيحصل. دولك اللي عندهم زغاليل برضه، الباقي كله مش هحط له دلوقتي تمام كده يا جدعان. فانا بصراحة يعني الموقف يعني بصوا يعني برضك مش قادر يقوم. بصوا النتاية بتاكل ايه، النتاية كانت بتاكل، وهو بصوا منظر صعب 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 صعب. الحمد لله رب العالمين الحمد لله. ودولك امك كده يا جدعان واقفين على الظهر تمام. بس فادينا سايبينهم. وفي اه تعالوا نبص على على دولك. طبعا يا جدعان الفيديو اللي فات لما قلت لكم كانوا كويسين، جيت لقيتهم بصوا زادت عليهم تاني، اللي هو الاسود ده زاد عليه تاني. فدولك كده كده مش نافعين، اديني بعالجهم، ولو كان ايماني ما حصل لهمش اي حاجه هقوم دبحهم ومرح دماغي. بس هم طالما كويسين خلاص. الزغاليل شكلها قامت كده يا جدعان، تعالوا بص عليها. انا كنت شايف عبس قايم دلوقتي، كنت شايف عبس قايم، بس شكله مش هو العبس بتاعي واقف هنا اهو. ما علينا يا رجاله. فبصوا يعني انا مش هقدر اطول معاكم الفيديو اكتر من كده، ان انا بامانه مش عارف اقول لكم ايه ولا اعمل ايه. فكل اللي اقدر اقوله لكم الحمام يا جدعان عيش، ولو احنا حاجه ديك بنربيها كده مش هنزعل عليها الزعل ده كله، لا احنا بنربيها بحب، وبن يعني بنحاول نعمل لها اكتر من اللي بنعمله لنفسينا، عشان دي روح انت مسؤول عنها. فلما روح انت مسؤول عنها يحصل لها موقف زي اللي احنا شفناه ده، انت من جواك تبقى متاثر على الاخر. فسامحوني يا رجاله على الموقف وعلى الفيديو الحزين دوت، فمعلش وانتظروني ان شاء الله هحاول الفتره الجايه اعمل لكم فيديوهات كتير. وكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.